السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة علامة استفهام. لو أنت عندك قناة يوتيوب أو مدونة أو تطبيق أو أي حاجة مرتبطة بجوجل أدسنس، يبقى الفيديو ده يهمك وياريت تتابعه للنهاية. في إشعار وصل في جوجل أدسنس، الإشعار ده بخصوص حماية خصوصية المستهلك في ولاية كاليفورنيا. اشمعنى كاليفورنيا بالذات؟ كاليفورنيا يعتبر أقوى خامس اقتصاد على مستوى العالم، تخيلوا كده، يعني حوالي 3 تريليون دولار سنويا، ده اقتصاده. يعني كاليفورنيا دي يعتبر ولاية من ضمن 52 ولاية في امريكا، وعدد سكانها 12% بس من سكان امريكا، ومع ذلك تعتبر من اقوى الاقتصاديات على مستوى العالم. فعملوا لهم كده قانون صغنطوط كده ليهم لوحدهم، وهو قانون خصوصية المستهلك. كل شركات الانترنت سواء جوجل، فيسبوك، اي شركة تتخيلها على الانترنت بتعرض اعلانات بتجمع بيانات من المستخدمين. فكاليفورنيا قالوا لا، احنا مش عايزين الشركات دي تجمع مننا بيانات. طب الشركات بتجمع بيانات ليه؟ بتجمع بيانات علشان تديلهم اعلانات مخصصة. يعني في نوع من الاعلانات اسمه الاعلانات المخصصة التي تستند الى اهتمام الجمهور. انا علشان اديك اعلان انت مهتم بيه لازم اجمع من عندك بيانات، زي اسمك، زي نوعك، زي عندك كم سنة، تاريخ الميلاد، سجلات البحث اعرفها انت بتبحث عن ايه. واكيد صادفته انت قبل كده ان انت ممكن تكون بتبحث عن كاميرا على جوجل، تخش الانستجرام تلاقي كاميرا في وشك، فده بيجمع منك بيانات يا معلم. طب كاليفورنيا مش عايزين يجمعوا منهم بيانات، فبعتوا اشعار في، يعني عملوا قانون، وفي اشعار في جوجل ادسنس هنشوفه مع بعض. سواء ان انت عندك قناة يوتيوب تعمل ايه، سواء ان انت عندك مدونة تعمل ايه، يلا بينا على جهاز الكمبيوتر. قبل ما تعرف هتعمل ايه، في تدوينة انا سبتها لكم في الوصف، يعني في الوصف هتلاقي مكتوب قانون حماية المستهلك في كاليفورنيا، وهتلاقي الرابط ده هتدخل عليها تعرف بقى كل حاجة بالتفصيل. انا كنت كتبتها في تدوينة في موقع علامة استفهام. انا دلوقتي هجيب لكم حسابين، حساب مرتبط بقناة يوتيوب وحساب مرتبط بمدونة. اول حاجة الحساب المرتبط بالمدونة هيبقى شكله كده، وهتلاقي الرسالة مكتوب فيها اعتبارا من 1 يوليو او تموز يمكنك الاختيار من بين جوجل وشركائها الاعلانيين لتحديد ما يمكن الى اخره. انا مش عايز ادخلكم في تفاصيل كتير، كل اللي عليك ان انت تضغط على اتخاذ اجراء. طب لو انت ما لقيتش الرسالة دي، هتروح على الاشعار اللي هو فوق ده، هتضغط عليها برضو هتلاقي الرسالة هي موجودة. يعني لو انت عملت لها تجاهل هنا بالغلط هتلاقيها موجودة هنا برضو اتخاذ اجراء. فانت هتضغط من هنا او من هنا على اتخاذ اجراء. هتفتح معانا الصفحة اللي انت شايفينها ديت، هننزل تحت شوية كده، هنا عدم تقييد معالجة البيانات، فانت تقول لا تقييد معالجة البيانات، وده مش هيأثر على ارباحك ولا اي حاجة، لان احنا محتوى عربي وما فيش ناس من كاليفورنيا كتير بتيجي عندنا، فاذا مش هيأثر علينا خالص، وممكن يأثر شوية صغيرين لو انت عندك مدونة اجنبية ومستهدف سكان كاليفورنيا، فمش هيظهر لهم الاعلانات المخصصة ويظهر لهم اعلانات تانية. بس ده كل الموضوع، فانت هتختار ديت وبعد كده تعمل حفظ التغيرات. تمام، عملنا كده حفظ التغيرات بس كده باشا، انت كده مش مطلوب منك ان انت تعمل اي حاجة وتقوم هنا عامل. يعني لو دخلنا على اتخاذ اجراء تاني هتلاقيها خلاص اهي اتعملت، اتسجلت، بعد كده هتضغط على تجاهل. ده بالنسبة للمدونات. طب بالنسبة لقنوات اليوتيوب، ده كده حساب قنوات اليوتيوب، انا مدلعكم على الاخر والله. ده كده اهو حساب ادسنس لقناة يوتيوب. طبعا انا فاتح كل حساب من متصفح تاني وعامل قصة كده. بالنسبة لقنوات اليوتيوب مش مطلوب منها تعمل اي حاجة، لان هو مش جايب لك اتخاذ اجراء، هو جايب لك الاشعار اهو بالاصفر. تمام، وطالما بالاصفر اعرف ان هو مش مهم قوي، فهو جايب لك الاشعار بالاصفر اهو، وجايب لك كلمة تجاهل، يعني مش جايب لك اتخاذ اجراء. ولو جبنا برضو هنا هنلاقي برضو، يعني هنا في علامة الجرس ديت هنلاقي برضو الاشعارات، هنلاقي برضو الرسالة، ومش مكتوب اتخاذ اجراء. فاذا اليوتيوب مش مطلوب منك، او الحسابات المرتبطة باليوتيوب مش مطلوب منك ان انت تعمل اي حاجة، فهتعمل تجاهل كده وشكرا، وخلاص كده خلصنا الفيديو. لو الفيديو عجبكم ياريت لايك للفيديو وشير على المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.